النيابيه للعداله والتنميه. تفضل سيد النائب المحترم. مشكور. شكرا سيد الرئيس. سيد الوزير، واحد العدد من المواطنات والمواطنين نتيجه توقف نظام الرماد لقاو نفوسهم خارج الامكانيه ديال الاستفاده من عدد من الخدمات، لانهم ما قدروش يديروا الواجبات باش يتحولوا لهذا النظام ديال التامين الاجباري. شنو غديروا الفائده ديالهم في اقرب الاجل؟ شكرا. شكرا. كلمه لكم سيد الوزير. تفضلوا. شكرا سيد الرئيس. سيد النائب المحترم، كنشكرك على هذا السؤال. اولا باش نعرفوا بان خصنا نتفقوا على واحد المساله، التغطيه الصحيه اليوم الترسانه القانونيه كتغطي جميع المغاربه. في اطار هذه التغطيه هذه في الاجراء كاين شي وحدين اللي خرجوا خارج التغطيه. علاش؟ لانه ما لقاوش راسهم في واحد الخانه من الخانات. كاين اللي هو فلاح ومقيد في الريجستر ديال الفلاح وكان كيستافد من الرماد، وكان اللي هو صناع تقليدي كان كيستافد من الرماد، من بعد قالوا لي انت في الريجستر ديال الصناعه التقليديه اللي خصك تدوز لها. فبالتالي كان واحد التراكمات. في اطار ديال التراكمات وجينا اليوم بغينا نصفيو. عارفين دابا ثلاثه ديال الاصناف، صدقنا واحد الصنف ولا اصناف من هاد الناس اللي ما عندهمش القدره باش يخلصوا الديون اللي تراكمات عليهم باش يمكن يبداو من جديد. ولهذا راه كنطلب منكم، راه الحكومه راعت هاد الظروف هذه، وكاين واحد القانون اللي غادي يجي بين يديكم خصكم تصوتوا عليه، اللي هو 41-23 اللي كيعفي هاد الفئات هذه من الديون كامله في واحد الغضون ديال 4 شهور باش نبداو صفحه جديده وبداو يساهموا. حيت ما يمكنش التغطيه الصحيه تعيش الا ما كانتش المساهمات. اذا اللي كاين عنده الاستهداف استهدفوا وحطوا في واحد الصنف خصو يبقى في ذاك الصنف باش يمكننا نعيشوا هذه التغطيه الصحيه. شكرا لكم. شكرا سيد الوزير. تفضلوا سيد النائب المحترم. تفضل سيده النائبه المحترمه. شكرا. بسم الله الرحمن الرحيم. سيد الوزير المحترم، مشروع الحماية الاجتماعية مشروع ملكي نتمنى له كل النجاح، لكن طبعا هذا النجاح رهين بالتنزيل والتطبيق الأمثل. التغطية الصحية اللي كانوا كيتمتعوا بها أكثر من 18 مليون من المغاربة، يعني 7.2 مليون أسرة، اليوم في إطار الرماد اليوم صرحتوا في الوثائق ديال قانون مشروع قانون المالية بأن الأسر التي كتستفد عددها 2.7 مليون أسرة. هذا يعني أننا قصينا وحرمنا أكثر من 7 ملايين شخص كان يستفيد من تغطية صحية مجانية. لماذا؟ لأنكم اعتمدتم 35 مؤشرا كيحدد لنا واحد النقطة ديال 9.326 كحد للاستفادة، كتعتمد على النفقات تأسيا بالنموذج الهندي، الشيء اللي ما كيتوالمش مع المجتمع المغربي. اعتمدتم معطيات قديمة ديال الفقر بتاريخ 2004، اعتمدتم الإحصاء ديال السكان ديال 2014. النتيجة لقينا فلاح استفدوا من خنشة ديال الشعير تحسبوا مع الكسابة الكبار. النساء يعيشن فرادى والنماذج كثيره طبعا من جهات كل هذه المملكه محرومين، وجدوا راسهم خارج الحصيص، لان هذه المؤشرات هذه ما كتخولهمش الاستفاده والتغطيه الصحيه. ناس فراشه في الارض لقاو راسهم في السجل التجاري. كما قلنا عاوتاني، امراه كتشق. انتهى الوقت سيده النائبه المحترمه. هل من تعقيب اضافي؟ لا يبدو. نمر الى السؤال الموالي، سؤال عن نقص الموارد البشرية ببعض المستشفيات. وما تنسوش تابوناو معنا فلاشين وتتابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي.